صباح الخير، مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هذا الفيديو مثل ما وعدتكم هو فيديو التعليقات، أكيد كلياتكم عم تستنوه. وصلني كثير مسجات على الانستغرام، إمتى رح ينزل إمتى رح ينزل. على كل حال، قبل ما نبدأ فقرة التعليقات حابب نوه أنا على شغلة صغيرة. في أغلب العالم انتقدوني على هي الصورة، إنه أنت ماسك مصرات وعم تتبروز. يا جماعة، أنا عم حل ايام ما كان اسم صفحتي اسمها صبحي دوت كوم. انا لما كان اسم صفحتي صبحي دوت كوم، الاسم بس اعرف لكم الاسم صبحي دوت كوم، يعني مو دوت كوم ولا دوت كوم، مو دوت كوم، انتو يعني ضد كل واحد بيسيء للسوشيال ميديا. فكان انا شغلتي انتقد هدول العالم اللي بتصور هيك بالمصاري، بحط لي هيك ساعته على السيارة، هدول العالم. فانا اصلا كنت مصر انه نزل هدول الصور على حساب الانستغرام، شوف شو ردة فعلكم وشوف شو راح تحكوا. بس انا هدول الصور كلهم كنت عم نزلهم وانا برضاتي وعارفان شو عم اعمل بشان هذا الفيديو. وبالنسبة للمصرات اللي انا كنت شايلهم، يعني يا حبيب قلبي هيك بالمنطق، في حدا بشيل 400 ليرة بتبروز فيها؟ حدا بتبروز ب 400 ليرة؟ بعدين يا جماعة، هدول رح احكي لكم شو قصة هدول المصاري بالذات. انا كنت معزوم على عرس تركي، وانتم مثل ما بتعرفوا اللي عايش تركيا، الاعراس التركية بشيلوا مصاري مزورة، يعني مصاري مو حقيقية، وبلشوا بزتوها. فانا كنت واقف ولا لاقي صاروا تحتي المصرات، مسكتهم انا بالاول عن جد فكرتهم حقيقيات لانه كثير بيشبهوا الحقيقيات. مسكتهم هيك ولا اكتشفت انه هن مزورات، مسكتهم هيك وحطيتهم جنب بعض، وحطيت اخر شيء العشر ليرات. العشر ليرات هي عشر ليرات حقيقية، حطيتهم هني جنب بعضهم ومسكت هيك وتصورت فيهم. فإذا بتلاحظوا انه المئة ليرة حجمها نفس حجم العشر ليرات، فرق شي بسيط، فرق شي بسيط إذا بتلاحظوا. على كل حال مو مشكلة، خلونا نبدأ فقرة التعليقات، شوف تعليقاتكم الحلوة. التعليق الأول جاني من أحمد 37. صبحي في عندي سؤال، تفضل. في حدا تعرض لك لخطف او لاي شيء من هذا الموضوع؟ ما مين دي يخطفني؟ مين دي يجرب يخطفني؟ المهم، والسؤال الثاني اجاني من ايه 828، ليش طالعوا عليك على الاخبار العربيه انك متت؟ مو انت اللي نفسك مثلت بمسلسل ام عبده ابو عبده؟ اي نعم بذاته، مظبوط، هو على الاخبار العربيه طلع هذا الخبر، استشهاد ابو عبده اللي مثل ام عبده، صح. هو صديقي وحبيبي قصي عبطيني، الله يرحمه ويتقبله، هو كان معنا بالجزء الاول، هو كان يمثل ابو عبده وانا لعبت بادوار ثانيه، وبالجزء الثاني انا لعبت ابو عبده. بنجي للسؤال اللي بعده من عند نغم، قالت لي تاريخ ما بتنسى. تاريخ ما بنساه لما طلعت من حلب من اس جي دي، اسمه الحمد لله بنقرأ بكرة. سؤال، ليش ما تصور مع ام عبده؟ هذا هو السؤال، شكرا ابو شريك، ميت السلامة. ليش ما تصور مع ام عبده؟ الصراحة لانه مثل ما بتعرفوا انه الفريق صار كل حدا بمكان، بس نحن هلا عم نحاول ان شاء الله نرجع هيك نلم الفريق ونقدم شيء حلو. والسؤال اللي بعده اجاني من ماريا، بتقلي بتفكر ترجع على سوريا؟ هلا طبعا كلياتنا بنفكر نرجع على سوريا، بس لا الله يأذن. منروح للسؤال اللي بعده من عند محمد السهابي، شو نوع سيارتك وشو بتقدم لمستقبلك؟ نوع سيارتي يا حبيب مرسيدس اخر نوع، فول اوبشن، وفول اوبشن فول اوبشن. بتشتغل على البطاريه، بس هلا فضيت بطاريتها، بطاريتها هي الصغيره، ما بلاقي منها هلا، ولا جهاز تحكم. بتحب افرجيك السياره والبطاريه هيك قد انت اذا لقيت لي منها، بس سيارة صغيرة إلى جهاز تحكم. والسؤال اللي بعده اجاني من ام عمر، امتى اخر مرة اكلت قتلة مرتبة من اخواتك ومين منهم؟ امتى اخر مرة اكلت قتلة؟ ابوه من زمان، شي خمس دقائق، من زمان، من شي كتير كتير. بعدين انا مين بسترجي مد ايده علي؟ مين انا اللي بمد ايده علي؟ ببوسه وبحطه على راسي. ايه اسم صعب كتير، اشبت محمد هيك شي. صبحي انت شقد عمرك، وين ساكن وبأي منطقة، وليش ما عم بتصور فيديوهات على اليوتيوب؟ انا عمري 14 سنة، ساكن بمنطقة بغازي عنتاب، وليش ما عم بتصور فيديوهات على اليوتيوب؟ حاليا انا عم جهز للفيديوهات، لانه ان شاء الله بالفترة الجاي رح يصير تكسيف على الفيديوهات، يعني انه رح ننزل فيديوهات بشكل كتير. انا عند سيسيز جليرم، سيسيز ليجيم بهيكاية،
كاتب لي رشد ورشد بيقربوا بعضهم، يعني مع عبد الحلبية 2 ومع عبد الحلبية 1. شو التاريخ ميلادك؟ ما بقدر بضحك، شفت المشبه يا حبيبي. مع عبد الحلبية الجزء الثاني هي نفس الجزء الاول، يعني رشد هي نفس رشد بس اسمها الحقيقي رشد. طيب، وتاريخ ميلادي 16/8/2005. منروح لعند مصطفى حاج حسن. شو بتقرب لك ام عبده؟ ام عبده هي ما بتقربني بس صديقه لالي. اسامه قواس، اذا حدا من معجبينك طلب انه تعمل له متابعه على الانستغرام بتوافق وبتتابع؟ هلا انا بتابع كثير عالم على اليوتيوب، كل عالم متابعيني، انه اي حدا مبدع على اليوتيوب انا بتابعه بس انتم ما بيطلع عندكم. وعلى الانستغرام اذا كان عم يشتغل على حاله على الانستغرام وعم نزل فيديوهات حلوه كمان بتابعه، ما في اي مشكله. منروح للتعليق اللي بعده، وفضي تليفون شحن تليفوني، بدنا نروح ناخذ تليفون بابا وانتظرونا ورجع لكم بابا. ومنروح للسؤال يلي بعده من عند لورا. لورا؟ ليش اسمك لورا؟ لورا ستارز. مهم، اول سؤال، ايمتى عيد ميلادك؟ ثاني سؤال، رشد وين عايشه بالضبط؟ بتمنى تقول اسمي لورا. لورا. هلا يا لورا. اول سؤال، ايمتى عيد ميلادي؟ بشهر اب، 16 اب. ثاني سؤال، رشد وين عايشه بالضبط؟ عايشه بريف حلب. بتمنى تقول اسمي لورا. بتمنى تنصحي بنصحك تغيري اسمك. طري مهم، منروح للسؤال اللي بعده. والسؤال بعده من عند ابو اسماعيل. شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي ما شاء الله صاير عم تلعب بالمصاري لعب. اوه لسه ما شفت شي، لسه انا بلعب فورتنايت، بلعب بيس، بلعب فيفا، بلعب مسكة الباب، بلعب بالبراد، بلعب انفي. مهم، منروح للتعليق اللي بعده من عند سوسن، انه صاحب مصاري وزنجيل وصاحب كيف وهيك ما بدي يرد عليك. ايه شلك عليك. المهم بنروح على التعليق اللي بعده من عند ليلى سباهي اصباهي. اوكي، قديش وزنك قديش طولك؟ بنروح على السؤال بعده من عند شهد 0540. حاط رقم تليفونك هني. قديش عمرك؟ وين ساكن تركيا؟ ام عبده ما عنده حساب على الانستغرام، تابعتك من سوريا. على راسي انت السلامه. قديش عمري؟ قلتلكن عمري 14 سنه. ام عبده ما عنده حساب على الانستغرام؟ لا والله. منروح عند علي التام، انت تحب اليمن؟ بدي منك تعمل فيديو عن اليمن، اخوك متابعك من اليمن برينز علي محمد تام، بحبك استمر فيديوهاتك ذوق لك حبيبي. احلى محمد التام، على راسي انا بحب اليمن وبحب اهل اليمن، وعلى راسي كل اهل اليمن، تحية اليمن كمان. محمد قادر، ما شاء الله، الله يحميك ويحفظك يا رب، الله يسلمك يا رب. وين ام عبده؟ ام عبده هي بريف حلب. في واحد اسمه 84357072 للتواصل على هذا الرقم. والله هيك اسمه. كاتب لي على شو شايف حالك على الكاميرا، حيط طوفت الشاشه مشان اتفرج على حالي. والسؤال بعده من عند جيان محمد، شو كاتبت لي؟ كاتبت لي من كم سنه عايش تركيا؟ عايش من حوالي 4 سنين، عشت بتركيا من حوالي 4 سنين. منروح للسؤال بعده من عند سندوس محمد، حاج محمد، شو قالت لي؟ على اي بلد مشتهي تسافر؟ وشو هي بلدتك المفضله؟ بلد مشتي اسافر عليها هي دبي، وبلدتي المفضله هي سوريا وتركيا. منروح لعل السؤال اللي بعده عند محمد، ليش ما بتعمل جمعه لمتابعينك بشي صاله؟ هلا هي فكره حلوه بس لسه بكير عليها. منروح على السؤال اللي بعده عند اريس خطيب، هل راح تستمر باليوتيوب لحد ما تكبر؟ ان شاء الله، ان شاء الله لحد ما اكبر، يعني جزء اعمل الفلوج اليوم يا شباب رايح انا على القبر، خليكم معنا. والسؤال اللي بعده من عند لولو 2004، ما راح تنزل زيارة على سوريا هذا العيد؟ والله ما بعرف بس ما بعتقد. السؤال بعده كمان من لولو 2004، شو حابب تطلع بالمستقبل؟ حابب اطلع عند جيران هذول فوق، حابب شوف بيتهم، يعني ما عجب كتير بيتهم، شفته هيك من بعيد مرة، زي ناس عجبني بيتهم.
لولو 2004 كمان عم تدرس تركي ولا عربي؟ عم ادرس انا بمدرسة تركية. منروح كمان هلا عند التعليق اللي بعده. اماد محمد، كني احمد محمد يساني حرف الاتش. بتحب ترسم وشم وقت تكبر؟ لا لانه حرام. ديدا، عمرك بحياتك كسرت شي لأمك غالي على قلبها وما حكيت لها؟ هي اول سؤال. تاني سؤال، شو اكتر اغنية بتحبها للمطرب او الفنان صباح فخري؟ اكتر اغنية بحبها للفنان صباح فخري هي ابعت لي جواب. سي سي ابعت لي جواب جواب وطم. ايش هاد ابو عبدون؟ يعني هاي الاغنيه تقريبا نص العالم تسمعوا عليها وانا بحبها كثير. وسؤال بعد، عمرك بحياتك كسرت شيء؟ لا 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 طول، بالعكس انا ايش ما بكسر، بقول كل شيء كل شيء كل شيء. انا بعمري ما كسرت شيء لامي. اللي بعده جي دبليو بي واي 272، انت بتحب العراقيين والعراقيين شو بالنسبه لك؟ بتمنى تاخذ سؤالي. طبعا العراقيين والعراق واهل العراق كلهم بحبهم. منروح للسؤال بعده، عبير 963 كاتبت لي صبوح هاي سيارتك ان شاء الله الف مبروك. الله يطعمنا. دي لانا 2345 شو كاتبت لي؟ ايش هي هواياتك المفضله؟ بتمنى تقول اسمي. طبعا هواياتي المفضله هي السباحه والرمايه وركوب الخيل. منروح على السؤال اللي بعده، ابو حسين صبحي انت ساكن بغازي عنتاب وليش ما بتصور مع جيفارا العالي؟ والله يختار لك الخير، تحياتي لك. الله يسعدك يا رب. شوف انا وجيفارا العالي كل ما بنشوف بعض، ايه متى نسوي هذا الفيديو؟ ايه نحن جاهزين جاهزين، نحكي بنحكي بنحكي، وقت اليوم بقى تنفكش. يلا منروح على السؤال بعده، عبد العزيز 4000 مهم. وين انت حاليا واهلك معك وشو بدك تصير بالمستقبل وقد ايه عمرك؟ فرجينا الهاوية. اكيد ما رح يطلع تعليقي لانه قلت لك فرجينا الهاوية، والله لو معي جدانك تفرجيتك اياها. افكرة هون ما اسمها هوية، هو قصده هون اسمها كيمليك. الكيمليك بقول لك مثلا الشرطة اعطينا الكيمليك فرجينا هون. منروح على السؤال بعده من عند عمار الياسين، شو بيقول لي؟ نور يا قلبي يا انت يا صبوح، الله يسعدك يا رب. تقى الديري شو بتقول لي؟ شو ردك على التعليقات السلبيه وكم عمرك؟ ردي على التعليقات السلبيه، اكيد التعليقات السلبيه كل واحد بيعلق تعليق سلبي هو بيكون عم بيعبر عن شخصيته وبلف الكلام له وبيرجع، يعني بلف وبدور برجع له اكيد. راغد حمدي، شو اكتر شيء شو اكتر اشي واكتر عمل انجزته بحياتك؟ هلا انا بعتقد انه حسيت انه انا انجزت بعمر صغير انه مثلت مسلسل مع عبد الحلبية وباقصى الظروف. منروح للسؤال اللي بعده، شو طموحك وشو بتقرا بتركيا وهل تتذكر ايام حلب مبسوط تركيا الا لا؟ انا حسين هزاع، ربي يسعدك ويحميك. الله يسعدك يا حسين. طبعا انا هون عم بدرس بتركيا صف الثامن. السؤال بعده من راما عياش، ليش ما بتشتغل اكثر على اليوتيوب؟ والله حاليا عم حاول انا قدر الامكان اشتغل، وفي سبب تاني رح اقلكن يا بنهاية الفيديو. السؤال بعده كمان من راما عياش، شو اكثر موقع على مواقع التواصل الاجتماعي بتحب تستخدمه؟ قصده سناب شات، انستغرام، فيسبوك، واتساب. هلا بعتقد انه الانستغرام لانه عم يجيب تفاعل حلو، وفيسبوك كمان، بس سناب شات ما عندي كثير خبره فيه. السؤال بعده، وصلك درع ال 100000؟ وصلني درع ال 100000، دقيقه اجيب لكم اياه حطه هون. درع ال 100000 هو وصلني، هذا هو وصلني، هو من زمان بس انا صراحه ما حبيت اعلن عنه الا هو وصلني درع المليون، انه يعني اسوي لكم فيديو انا مالي خبر. وصلني درعين، درع 100000 درع مليون، يعني انتم تصدقوا؟ او ماي جاد، شركه اليوتيوب خربطت. لا وصلني هو من زمان، طبعا انتم كلكم كنتوا بتعرفوا بس انا ما كنت فاتحه، بعدين حبيت انه خلص. المهم نروح للسؤال اللي بعده من عند كدور، شو صار بالاطفال اللي مثلوا معكم بام عبده؟ يا ترى في حدا مات فيهم وشو صار بام عبده؟ ليش ما تطلع معك؟ الحمد لله هني كلهم بخير، بس صار كل واحد بمكان،
نتمنى له كل خير ونوجه له تحيه. بنروح للسؤال اللي بعده من عند ريهام عبد العزيز. شو بتقلي صبحي؟ سؤالي بس قنواتك اليوتيوب اتطور فيهم الدعم، ايوه، وصار عندك مشتركين اكثر، ايوه، على اي قناه بدك تركز وتشتغل؟ على اي قناه بدك تركز وتشتغل اكثر؟ والسؤال الثاني، شو بتكون ردة فعلك وقت تجيك التعليقات السلبيه؟ وشو بده جاله كلام للمقهورين منك؟ الله يسعدك ويحميك، احفظ وحفظ الدنيا. ايه بصوتك لالي هيدفون؟ ايوه. ايش كان السؤال؟ يوتيوب ايه؟ اذا صار في قنواتي ان شاء الله هيك كتروا فيهم الاشتراكات وتطور فيهم الدعم. هلا القناه الاولى ان شاء الله انا حابب انه اسويها 1,000,000 مشترك، والقناه الثانيه حابب انه اوصلها ل 100,000 مشترك بنهايه 2019 اذا انتم ساعدتوني ونشرتوا الصفحات وانا كمان صرت ادعمها بالفيديوهات. ان شاء الله بنلحق نوصل. وقلت لكم انا شو اللي بيعلقوا تعليقات سلبيه، بعبروا عن انفسهم، واذا انا رديت عليه بكون نزلت مستواي له، لانه شو اسمه بعوي بعدها بسكوت. لكن السؤال بعده من زهره زوزو. شو عم تقلي؟ اول شيء منور ومشاشع. السؤال هو شو اكثر اكله بتحبها وشو اكثر اكله مستحيل تاكلها؟ والسؤال الثاني، من اليوتيوبر بتحبه وتحب تحضره دائما؟ اول شيء اكثر اكله بحبها يا خيط، مثل ما بتعرفي انا حلبي، يعني عندي المحاشي والياباره والكباب والعشه والبيوات، هدول ما بقدر عليهم طول، فمن علي هدول يعني اكلاتي المفضله. ومين اليوتيوبر اللي بحبه وبتابعه؟ انا بتابع كل اليوتيوبر المبدعين اللي بيقدموا محتوى حلو، هدول كلهم بتابعهم وبتمنى لهم الخير. بنروح للسؤال اللي بعده من عند 05000. المهم، وش هي العملة اللي تحبها؟ انا بحب العملة اللي مصدرها حلال. وجاني كمان سؤال من عند 8 النوز، شو كاتب لي؟ شو الالعاب اللي بتلعبها على البلاي ستيشن؟ بلعب فورتنايت، بيس، فيفا، بلعب هدول. كاتب لي كمان مفكر تجي على السعودية مشان اقابلك ونشوفك ان شاء الله. ان شاء الله حابب انا اجي على السعودية، بس سبحان الله ما في نصيب. سؤال بعده من بي دبليو، كملوا انتوا الاسم. رح ترجعوا على سوريا اما لا؟ وانت قديش لك فاتح حساب على اليوتيوب؟ وليه ما عم تعمل مقالب بتقوي صفحتك؟ واتمنى يطلع هسال بدر انجار من فلسطين على راسي. يا هسال بدر، شو كان تعليقك؟ رح نرجع على سوريا ان شاء الله، رح نرجع على سوريا. ليش ما بعمل مقالب بقناتي؟ لانه ما في حدا اعمل فيه مقالب، وكل العالم اللي بدي اعمل فيه مقالب اكيد رح اكل قتله، ما في غير هدول يعني، يا اختي يا هدول، وما صعب. فهمت علي؟ ما في حدا دبرولي حدا. هذيك المرة فكرت اعمل انه مقلب، طلع تافه وسخيف. ليش؟ انا رحت اعمل مقلب باكتر واحد بيعرفني بحياتي، رحت اعمل مقلب ببابا، قال ايش؟ رحت دقيت له انا من رقم وهمي، عملت رقم امريكي ما بعرف هدول شو مسوون، حكيت مع صاحبي حبيبي محمد باب اللي عمل لي رقم، فهذا الرقم عملت هيك سويت حالي غير، قال يعني غيرت صوتي، قال يعني هو ما راح يكشفني. عملت هيك ورحت دقيت له بابا، شو كان في رفيقه عنده ماكينه ايس كريم، ماكينه قهوه راح يبيعهم، فكان هو منزلهم على صفحه من الصفحات مشان يبيعهم، فانا على اساس انه اخذت رقمه من هنيك ورحت دقيت له. رحت انا مسكت هيك التليفون، اول شيء كنت عم احكي معه كتابي على الواتساب، هو ما كان حاسس علي، قلت له انه ايش هاي الماكينه وايش نفاشاتها وكذا، قال لي خلينا نحكي مكالمه، قلت ما راح احس علي، بس من اول ما قلت الو قال لي ولك. ما بقدر اضحك لسه، قالوا شفتي ما اشفي لسه، ما من اول ما قلت الو قال لي ولك. بيضح. ليس هلا، خلونا من الموضوع هذا. التعليق اللي بعده اجاني من رسميه نجار، كاتبت لي اكثر موقف بنرفزك من اخواتك ومن هو الممثل الذي اثر فيك؟ انا شوي بس ارطب شفتي اعرف احكي. موقف بنرفزني من رفقاتي، موقف بنرفزني من اخواتي، كتير مواقف، لكن المشكلة انه ما بطلع بايدي اعمل له شيء. وممثل اثر فيك ما بعرف صراحة،
ما بعتقد في ممثل اثر فيني انه لدرجه اثر فيني. هلا لما كنت صغير انا كان ياثروا فيني هدول جاكي شان وبروسلي وهدول، بس ما بعتقد هلا في حدا اثر فيني ممثل ابهرني يعني. المهم بنروح للسؤال اللي بعده من عند مومو. هل تشوف نفسك وسيم؟ لا والله يا حبيبي بشوف نفسي صبحي انا. لو كان عندك امنية واحدة رح تتحقق، ايش رح تتمنى انه تتحقق؟ كمان اكتر شي ندمت عليه، اكتر شي ندمت عليه انه صار رديت على 3 تعليقات لألك، والله ما غيرت تعليقاتك. السؤال كمان من عنده، ما الخطة الجاي؟ الجاية هي أن نهجم على أعدائنا ونكسحهم كسح الكلاب. سكلتكم أوكي. منروح على كمان سؤال له، هل قد قررت أنك هتقفل أنا قناة؟ إيه سمعنا يلا سمعنا يا فتاح يا رزاق، فتحنا أنا سكرة. كمان سؤال له، إيش أفضل حاجة حصلت لك في حياتك؟ إنه تعرفت عليكم. محمد بدران، منور يا غالي، لك ان شاء الله بصيروا مليار يا سيدي. بتعرف اذا بصيروا مليار؟ بتعرف على 400 ليره اذا بصيروا مليار؟ علي الحلال من شوار باحلى سندويش فلافل، هي من 6 ليرات ومع كاس تايرون كمان، ايش بدك احلى من هيك؟ في عالم بقولوا لك اذا صاروا مليار بدي اعطيك نصين يا سيدي. هذول كذابين بياخذوا المليار بعدها بسبحوك. اذا باخذ مليار هاي شواربي احلى سندويش فلافل. بنروح عند السؤال اللي بعده من عند بي اريبيك. صبوحي منور، في مسلسلات جديدة او لا؟ ان شاء الله في شيء جديد رح يعجبكم. وييام هايو، انت بتسوق سيارة؟ اذا ايه ما شاء الله. الله ايه انا بسوق سيارة، لما كنت بسوريا بابا علمني اسوق سيارة بس هم ما بخليني اسوق. كتب لي واحد، ليش انتو كيوت؟ ليش انت كيوت؟ السؤال بعده من اسيل نعيم، عندي اكثر من سؤال. اوكي السؤال الاول، شو الاشياء اللي نفسك تغيرها باليوتيوب؟ سؤال ثاني، شو اكثر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بتحبه؟ سؤال ثالث، شو ردة فعلك لو تعرضت لموقف عنصري؟ طبعا العنصريه نحن كلياتنا بنكرهها، كلياتنا نحن بنكره العنصريه ضد مين ما كان وشلون ما كانت. وشغلات نفسي اغيرها باليوتيوب ما بعرف، حابب انه اغير محتوى اليوتيوب كله، لانه للاسف صار محتوى اليوتيوب نفسه تكرر. شوف هذا يوتيوبر عمل فيديو جديد بقى كلهم يقلدوا، كلهم بالضبط تسحب له شي سنه. هذا الشيء اللي نفسي اغيره لانه فعلا صار يعني زودوه. السؤال اللي بعده، كاتب لي هديل السيز، وشو هي اكلتك المفضله؟ سني سبيور سني. طيب اوكي، اكلتي المفضله قلت لكم، جاو شوفوا المقطع. السؤال اللي بعده اجاني من 19 با، اكثر صفه تحبها بنفسك واكثر شيء بتكرهه بنفسك، وهل راح تزور العراق؟ بتمنى لك توفيق. اكثر صفه بحبها بنفسي يمكن ها انه بحس حالي انه انا طبيعي، ما اكون عن جد طبيعي على طبيعتي. واكثر صفه بكرهها بنفسي لما بحس حالي انه بدي اتكبر فبكره حالي. سؤال بعده من جوري اوفيسال، بتحب القشة والأوبيوات؟ يا مون اخي انا حلبي، خيت مين ما حب القشة والأوبيوات؟ انت كتبتي لي هالقشة والأوبيوات؟ قشة أوبيوات هيك من هون من الزلعوم، قشة أوبيوات. لكن السؤال بعده من ركريكي، صبحي اول شيء انت منور، والتاني عمرك حبيت مع عبدو؟ طبعا حكيت انا بحب مسلسل مع عبدو كتير لهلا، اذا بحطوه قدامي بضل عم اتابعه. السؤال بعده من ميسه، تاريخ ميلادك بالسنه والشهر؟ بدك الساعه واليوم صباح المساء. 16 مايو 2005. وكمان يا جماعه في كتير عالم عم تسالني انه شو هدول الحبوب اللي بوشك، كل ما بنزل ستوري على الانستغرام لك ليش هيك وشك، فكروني اكل قتلي. يا جماعه هدول الحبوب اللي عم يطلع على وشي هذا حب الشباب، حزدي طير درع، هذا حب الشباب، فهذا بطلع عادي يعني امر كتير طبيعي، وانا حاليا عم اعالجه، عم اخذ علاج، وهذا سبب اشفان شفتي وضحكتي هيك، هي انه لانه مقشفه شفتي من الدواء، بس ان شاء الله رح يمشي الحال ولا تاكلوا انتم هم.
وهذا يمكن سبب من اسباب انه انا عم حاول اخر شوي بموضوع تصوير الفيديوهات. فهمت علي؟ بنروح للسؤال اللي بعده. اكثر اكله بتحبها؟ سؤالي خفيف بس دسم. سؤالها خفيف بس دسم. جاوبتكن عليها يا لطيف يا صبوح. من هلا بكره ما بتخلص جوابات. نحن عنا غسالة بنغسل فيها جوابات، بنحسب فيها قمصان، بنطلونات، بده يجي يقول لي. هل بحياتك فكرت تحبها لما عبده او بتعتبرها اختها لك؟ نحن كلنا اخوات في الاسلام بالنهاية. اسامة قواس، بتتضايق وقت حدا من معجبينك بيستشيرك استشارة فنية؟ وشو مشان اذا كتر اسئلة يرجع توضيحه؟ شكرا. لا بالعكس بالعكس، انا بنبسط لما حدا انه بيستشيرني او بيسالني على اي سؤال. بالعكس انا بنبسط وما في اي مشكله. بس حابب بس اقول لك شغله يا اسامه، انه ايه مزبوط انا بحب اي حدا يستشيرني كذا، بس مو انه يتخنك كمان عشان تربح من اليوتيوب. يا جماعه يعني ثلاث اسئله لا تسالون. قال بعمرك لا تسأل مرة عن عمره، ولا الرجال عن راتبه، ولا الطالب عن معدله. الطالب عن معدله، الطالب عن معدله. فهمتوا علي يا شباب؟ بنروح على السؤال اللي بعده. لو اجاك مارد وقال لك عندك خيار، يا انك تحرر سوريا او بتصير مليونير، فاختار الخيار. بنروح على تعليق على كشكار. قديش طولك؟ ليش بتكون طولي؟ طولي 165 سنتي. البركة معني اقصر واحد بصفي. التعليق اللي بعده من حيدر محمد، اول شي منور الدنيا، وتاني شي عندي سؤال وعم اسأل حالي كل يوم، ليش انت مبدع؟ شوف يا حبيبي، المزوق بشوف الذوق، وانت مزوق فهمك كفاية. بنروح على السؤال اللي بعده من محمد قسومة. عمرك فكرت تسكر قناتك وتنهي مسلسل معبد الحلبية؟ وسكر هيك. يلا يا شباب خالصين، صفينا. اي سكرنا معبد الحلبية وسكرنا القناة. عند لو وقفت معنا توصينا شي ما بقدر اضحك. مطقطقة. اشتروا ما شفتوا مننا ويلا مع السلامة. بنروح للسؤال اللي بعده من عند سجاك خادر. عمرك سرقت من يا حدا؟ طبعا انا سرقت قلوبكم. بنروح للسؤال بعده. من قدوتك بالحياة؟ قديش طولك؟ كم وزنك؟ كم معدلك؟ كم نمرة اجرك؟ لا تخربت زمرة دمي سيتية ازعملي. مياس بنطلوني. مين قدوتك بالحياة؟ صلى الله عليه وسلم ثم بابا. قديش طولي؟ كم وزني؟ وزني 54 من الأخير، وزني 53. كم معدلك؟ أنا قبل شوي شتلكن. لا تخربط باسمي. اسمك حلال ترك. لا أنت مو رديتي على نص بلدان العالم. أنت مو رديتي على نص الكوكب. عرفتك. نور صبوح الله يسعدك. صبحي تاع هولندا والله اشتقنا لك. سألكم العافية يا سارة. ندى اسواي، اذا قالوا لك رح تنحل مشاكل اهلك ومشاكل اللي بتحبهم مقابل انك تموت، شو بتختار؟ شو بتقبل؟ اكيد لا، لانه اذا متت بتصير مشكلة مشكلتين. السؤال اللي بعده، رح تزور الجزائر وقديش عمرك؟ انا نور من الجزائر. يا هلا، يسعدكم ويسعد رب الجزائر وعلى راسي كل الجزائر وشعبها. السؤال اللي بعده كما جاني من اروى الصباغ، شو برجك؟ والله ما بعرف، نحن بطابع ال 15 بس ايش نوعه ما بعرف. السؤال بعده، بتامن بالابراج؟ اكيد. برج ايفل اللي باريس، برج خليفه اللي بدبي طبعا موجودين العاده. ليش تركتوا مسلسل مع عبد الحلبيه؟ وشو اسمك وقديش عمرك؟ اسمي عبد الله كدرو، بتمنى ترد علي. هلا يا عبد الله، احنا ما تركناه بس سبحان الله الظروف هيك صار فينا. في تعليقات الفيس انا لسه ما قراتهم، رح نبدا بتعليقات
الفيس رح نقرأ معظمهم لأنه صراحة طولت الحلقة كتير. بنبدأ بتعليق محمد بابلي. أنا رح أسألك، بتتذكر وقت كنت صغير والخال هيثم زيدون؟ إيه والله شكلي عرفت القصة، أخذك ببستان القصر خلاك تعمل شغلة. السؤال هو شو كان شعورك؟ طبيعي انحصرت. طب وين أعرف حالي؟ كان الدنيا نص الليل وين؟ ورتعبت كمان، أكلت رعبة. كان يعني ضروري كمان انت تذكرني فيه وعلى التعليقات و... منروح على بعده. محمد كنجو، والله يا غالي نحن نسينا صورتك ولفتت انتباهنا للمصرات، لكن الفلوس تغير نفوس. السؤال بعده من خالد الغوتاني، كاتب لي ليش تحب تشوف حالك وتتمنفخ؟ اكيد كلياتنا بنحب نشوف حالنا مشان نزبط حالنا، نشوف حالنا قدام المراي نزبط حالنا. واتمنفخ يعني الواحد كل ما بكون مايل اجباري بعمل اوف. ليش ما عم تشتغل على قناتك اليوتيوب؟ ان شاء الله رح هيك بقرب وقت. السؤال يلي بعده من ابراهيم العبداني، صباحي بدي اسالك سؤال، في مسلسلات جديده او لا ان شاء الله؟ اسيد ابراهيم، وشو هو هدفك اللي عم تشتغل عليه؟ هدفي اللي عم اشتغل عليه انه اوصل رساله للعالم. وليد خالد حناش كاتب لي ايمت بدنا نجوزك؟ هو كذاب ما انا، هو ان شاء الله ان شاء الله. جحارة حنا اسمه والله هيك ما بعرف شلون، هي اللغة اللي تبعي دقيت القلب ما بعرف شلون. نور صبوحي الله يسعدك، زهرة حلب مشاشع شكرا. ولهون بيكون خلصوا كل التعليقات، بتمنى يكون عجبكم الفيديو يا جماعة. طبعا انا مشتاق لكم كتير كتير، وان شاء الله هيك ادعوا لي هيك طيب وشي لحتى هيك انزل عليكم بالفيديوهات مطر 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 مطر، وان شاء الله قريبا. وطيب شفتي مش عارف اضحك مثل العادة، ما اعرف اضحك هيك تمي صاير والله العظيم اذا اضحك مثل فارة. المهم يا جماعة، وان شاء الله قريبا عم فكر انه اعمل فيديوهات رياكشن. اعطوني رأيكم بالفيديو، كتبولي بالتعليقات اذا ما حبيتوا تعلقوا بهاي القناة لانه ما فيها تعليقات، كتبولي على الانستغرام اذا حابين اعمل فيديوهات ردات فعل. وشكرا كتير لكم، كان معكم اخوكم صبحي السقا بهذا الفيديو الجديد. ان شاء الله هيك ما هيك اكون عجبكم الفيديو ويكون طلع كل التعليقات وما تفنفخت مثل ما قال. وشكرا كتير لكم، مع السلامه.